دكتور خالد العناني وزير الآثار افتتح متحف الصيد بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، وده بعد 10 سنين من إغلاقه. بهدف جذب الأنظار باعتباره مزارا للسائحين الأجانب والأسر المصرية، وبحضور عدد من السفراء ومدير المعاهد الأجنبية في مصر، افتتح وزير الآثار متحف الصيد بقصر محمد علي توفيق بمنطقة المنيل. المتحف يضم النهاردة 1130 حيوان محنط، بالإضافة إلى الفراشات تمت عمل الفترين صناعة مصرية عاملها العاملين بوزارة الآثار. أي افتتاح ده بيساوي صورة ذهنية إيجابية عن مصر. لما الناس النهارده تبدا تحس ان مصر بيحصل فيها حاجه في الاثار، كل يوم في حاجه، في اكتشاف، في افتتاح، في اثار مسترده، في اهتمام من الدوله، كل ده بيلفت الانتباه للاثار. ولما الناس هتبدا تبص الاثار هتيجي مصر. المتحف يضم بين مقتنياته مجموعه نادره من حيوانات وطيور وزواحف محنطه، كذلك عدد من الثعابين من البيئه المصريه. متحف الصيد هي مجموعة كبيرة حوالي 11000 قطعة من المحنطات، واللي هي كان تم صيدها من قبل الملك فاروق، الأمير يوسف كمال، والأمير محمد علي. كانت مخزنة بالمتحف من 2006، يعني لمدة 10 مخزنة أسفة في المخزن مدة 10 سنين. والأثر الأفيد لي أو أي قطعة فنية الأفيد لي أنها تكون في العرض بدل في تخزينة. الأطفال والأسرة المصرية يجوا يشوفوا مجموعة رائعة وهائلة من المحنطات والطيور والفراشات النادرة بألوانها المختلفة، ويجوا يعملوا معنا الأنشطة المتحفية في قسم التربية المتحفية، ويقدروا يستمتعوا بيوم جميل من خلال السرايات اللي تخص حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر، تخص الأمير محمد علي توفيق. المتحف أغلق في عام 2006 بغرض التطوير، وتم افتتاحه مرة أخرى للجمهور بعد إجراء تطوير شامل لأسلوب العرض المتحفي بما يناسب طبيعة المقتنيات. بعدما ظل مغلقا لمدة 10 سنوات للترميم، فتح المتحف أبوابه من جديد لاستقبال زائري، بما يعمل على تنشيط السياحة الوافدة لمصر وتفعيل دور المتحف كمؤسسة ثقافية وتعليمية. إبراهيم عزت أون لايف.